الثالثة بتوقيت القدس المحتلة نبدأ نشرتنا بأبرز العناوين. أبو ردينة يؤدي اليمين أمام الرئيس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام. الاحتلال يشدد الحصار على قطاع غزة ويمنع إدخال الوقود حتى إشعار آخر. خلاف بين المشافي الخاصة وشركات التأمين حول رفع أسعار العلاج والمواطن يدفع الثمن. أهلا بكم إلى التفاصيل، حيث أدى نبيل بوردينا اليمين القانونية أمام السيد الرئيس محمود عباس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام في حكومة الوفاق الوطني، ومنح سيادته الثقة لنائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة في الحكومة 17 وبشأن اعتماد تعديل تشكيلها. أكد رئيس الوزراء الدكتور أمين الحمد الله على تمسك القيادة بالثوابت الوطنية وحقوق شعبنا، وإنها لن تقضيها بالدعم المالي. وشدد الحمد الله خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين على أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز صمود أبناء شعبنا في القدس المحتلة، موضحا أن 70% من التحويلات الطبية تتم في مشافي القدس لدعمها. وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، أكد الحمد الله على أن الحكومة ملتزمة بما تتفق عليه الفصائل، موضحا أن حقوق الموظفين في غزة محفوظة، وأن الحكومة أنفقت في قطاع غزة 17 مليار دولار منذ العام 2017. أكد عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت أن اللجنة ستقدم للمجلس المركزي الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري في رام الله كافة التوصيات التي اتخذتها اللجنة العليا لتنفيذ قرارات المجلس الوطني، وفي مقدمتها إعادة النظر بمجمل العلاقات مع إسرائيل. وأوضح رأفت لإذاعة صوت فلسطين أن المجلس المركزي سيبحث أيضا متابعة العمل على الصعيد الدولي من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها، والعمل على تعليق عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا، وتحريك لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد شعبنا. في تشديد لحصارها المفروض على قطاع غزة، منعت سلطات الاحتلال ضخ المحروقات للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم التشري حتى إشعار آخر بحجج واهية. وأكد رئيس اللجنة الرئيسية لتنسيق البضائع في القطاع أن اللجنة أبلغت شركات الوقود رسميا بقرار الاحتلال القاضي بوقف ضخ البنزين والسولار وغاز الطهي. وتأتي إجراءات الاحتلال بزعم الرد على مواصلة إطلاق البالونات على المستوطنات المجاورة للقطاع. تتواصل اليوم الفعاليات المساندة لقرية الخان الأحمر المهددة بالهدم والترحيل شرق القدس المحتلة. من الخان الأحمر تنضم إلينا مراسلتنا دانا أبو شمسية. دانا، مرحبا بك معنا. مرحبا بك يا أمال وبالسادة المشاهدين. إذن دانا، الفعاليات ما زالت متواصلة في الخان الأحمر، التفاصيل لديك. يعني بدأت الآن تصل وفود من وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم لتقديم عدة عروض ضمن الفعاليات الإسنادية لأهالينا في قرية الخان الأحمر، مع استمرار 45 يوم من الاعتصام، وخاصة بعد إعلان الوزير وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتضامن الشامل والاعتصام المفتوح والمبيت هنا في خيمة إسناد الخان الأحمر. قبل قليل كان قد وصل أعضاء وعدد من أفراد الفرقة التي ستقدم عرض فنيا أوركسترا الثقافة ووزارة التربية والتعليم هنا في مدرسة الخان الأحمر، مدرسة الإطارات. عدا عن ذلك سيقام إقامة معرض فني هنا وكلمة لسعادة الوزير وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم. عدا عن الفعاليات الفنية التي سيشارك فيها مختلف فئات المدارس والمجتمع، أطفال صغار وكبار، وعروض فنية تستمر حتى ساعات متأخرة من هذا اليوم ضمن الفعاليات المساندة لأهالينا في الخان
البركان الأحمر. ننوه أنه وفي تمام الساعة 4 فجرا منذ هذا اليوم قامت ما تسمى الإدارة المدنية الاحتلالية باقتحام قرية الخان الأحمر ووضع أوراق واخطارات وإنذارات لهذه القرية، وتؤكد على أن هذه هي منطقة عسكرية مغلقة يمنع التواجد فيها. قام أهالي التجمع هنا وهذه القرية بالتواصل مع الوزير وليد عساف وقال أنه سيتابع هذا الموضوع، ورغم صدور قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بالتأجيل حتى 5 أيام لعرض كافة الأوراق ما بين الطرفين، إلا أن حكومة الاحتلال قامت كما ذكرنا بمداهمة هذا المكان ووضع أوراق تؤكد أن هذا المكان مكان منطقة عسكرية مغلقة. قابلها أعضاء وقابلها نشطاء عفوا وقابلها أهالي الخان برفع الأعلام الفلسطينية على طوال طريق الرئيسي للواصل لقرية الخان الأحمر مجابهة للمستوطنين المارين من ذلك المكان. إذا دانا أبو شمسية حدثتنا من الخان الأحمر، أشكرك جزيل الشكر على هذه الرسالة. افتتحت سلطات الاحتلال مشروعا استيطانيا جديدا في بلدة الوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأفاد مركز معلومات وادي حلوى أن شرطة الاحتلال أغلقت عدة شوارع وفرضت حصارا على البلدة لتسهيل وصول المشاركين في افتتاح المشروع الاستيطاني الذي أقيم في عقار تم الاستيلاء عليه في حي بطن الهوى. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين وجنود من جيش الاحتلال بزيهم العسكري المسجد الأقصى المبارك، وقالت مراسلتنا أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، حيث نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى ومرافقه. أعطب مستوطنون إطارات 10 مركبات وخطوا شعارات عنصرية على عدد آخر منها في قرية عين يبرود شرق رام الله، وكان عدد من المستوطنين تسللوا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية للقرية وقاموا بالاعتداء على مركبات المواطنين وخطوا شعارات عنصرية بحماية جنود الاحتلال. دخلوا من خط 60 بجانب بيت تم مصادرته مسبقا، تعرضت كل السيارات في هذه المنطقة إلى الاعتداءات، تمثلت بإعطاب العجلات لكل المركبات. عدد هذه المركبات يتراوح ما بين 10 إلى 12 مركبة، بالإضافة إلى أنهم قاموا بخط شعارات معادية على بعض المركبات، يرجح أن تكون هذه المجموعة هي من المجموعة المستوطنين المتطرفين. أقدمت قوات الاحتلال على هدم وتجريف 12 قبرا في مخيم العروب شمال مدينة الخليل دون سابق إنذار. محمود فراش والتفاصيل. على هذا المشهد استفاق أهالي مخيم العروب شمال الخليل قبور ردمت على من فيها بفعل جرافات الاحتلال التي دخلت المقبرة في ساعات الفجر وجرفت القبور دون مراعاة لحرمة الأموات ولا لمشاعر ذويهم. يعني هاي سياسة تطهير لكل شيء اسمه فلسطيني في هاي الأرض، ابتداء من خان الأحمر للقدس مرورا بكل التجمعات البدوية الموجودة، ما ظلش عليهم إلا المقابر اللي مدفونين فيها أموات أنهم يجوا يهدموها ويضايقوا علينا في هذا المخيم. قبل فترة هم تم هدم عدد من المنازل مقابل للمخيم لسكان المخيم، اليوم بكل وحشية وبكل يعني قذارة الإسرائيليين استغلوا فترة الصباح الباكر وأجوا بجرافات وهدوا القبور وانسحبوا بدون ما حدا يدرى وبدون ما يبلغوا أي حد بهذا الهدم وبهاي العملية الإجرامية اللي بيمارسوها بحق المخيم. يحاول هذا المسن تفقد ما بقي من 12 قبرا هدمتها جرافات الاحتلال، منها 3 قبور تحتوي على رفات لمتوفين من المخيم، الأمر الذي تسبب بحالة من الغضب والغليان في صفوف المواطنين بسبب هذه الانتهاكات الإسرائيلية. والله أجن بالليل حوالي الساعة 5 وهدوا 12 قبر في منهم 3 ملانات، وهي لما تبهم يعني غير نجيب باقر ولا جرافة نقيم عنهم على أساس نعود نحطهم بالأرض، وزي ما أنت شايف هذا هم ردمهم كلياتهم. مخيم العروب الذي يحاصره الاحتلال من عدة جوانب يعاني أهله بشكل يومي من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه الرامية إلى تهجيرهم من أراضيهم لصالح المخططات الاستيطانية. حتى الأموات في قبورهم لم يسلموا من بطش الاحتلال وجرافاته، ما يظهر الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الغاشم والعنصري.
من مخيم العروب شمال الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين. دعا عدد من المسؤولين الأمميين في بيان مشترك لاتخاذ خطوات فورية لتخفيف معاناة الأطفال الفلسطينيين ووقف استهدافهم من قبل الاحتلال. المزيد في التقرير التالي. من جديد تعود منظمة الأمم المتحدة لتدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال في فلسطين، حيث أعرب عدد من المسؤولين الأمميين عن بالغ قلقهم من استمرار تلك الانتهاكات، مطالبين باتخاذ خطوات ملموسة وفورية للسماح للأطفال بممارسة حياتهم الطبيعية ونيل كامل حقوقهم. ففي بيان مشترك صدر عن جيمي ماكولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين وجيمس هينان رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى جينيف بوتين ممثلة اليونيسف، دعوا فيه إسرائيل إلى التوقف الفوري عن استهداف الأطفال، خاصة وأن التقارير الأسبوعية الواردة من قطاع غزة ومناطق أخرى تفيد بتعرض أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما للقتل والإصابة بجروح خطيرة، حيث استشهد الشهر المنصرم 7 أطفال بالذخيرة الحية والقصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة من القطاع، ليرتفع عدد الشهداء إلى 26 طفلا منهم 21 منذ اندلاع مسيرات العودة في 30 من آذار الماضي. وأكد البيان أن الأطفال في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة مسلوبون من كل حقوقهم، وعلى وجه الخصوص أطفال قطاع غزة الذين يعانون نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ سنوات والأثار الكارثية المترتبة عليه والتي تمس مختلف مناحي الحياة هناك. نشرتنا مستمرة وتشاهدون فيها. هالة أبو زيد تنتج دمى من الصوف بطريقة يدوية تضاهي مثيلاتها المستوردة. أطلع وفد من المبادرة المسيحية الفلسطينية كايروس فلسطين المسؤولين والمجتمع المدني والكنسي في جنوب أفريقيا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا. أكد الوفد خلال زيارته التي استمرت لأسبوع على ضرورة رفع وعي المجتمع المدني في جنوب أفريقيا لمعرفة معاناة شعبنا، وقدموا شروحات حول التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية وأهمية دور جنوب أفريقيا في دعم فلسطين. أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في بلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس بعد أن أصيب مئات المواطنين بحالات تسمم. أحمد شاور والتفاصيل. حالة من التخوف والترقب عاشها أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرق مدينة نابلس بعد أن أصيب المئات منهم بحالات تسمم أدت إلى حالة من الإرباك في صفوف المواطنين. بدأت من أول أمس بحالات بسيطة، يعني 10 حالات إلى 15 حالة. ثاني يوم الصبح كثرت الحالات وأصبحت يعني مريبة، فعملنا حالة طوارئ وبلغنا وزارة الصحة، بلغنا المحافظة وبلغنا كل المعنيين في الموضوع، وأجل عنا والحصل اللي حصل اللي هي أصبحت مئات الحالات من الإسهال والمراجعة والسخونة وإلى آخره. نشتبه بشكل أساسي بالمياه، مياه الشرب، وبالتالي وزارة الصحة وتحديدا أقسام صحة البيئة في محافظات الشمال، أتكلم عن 6 محافظات موجودة لدينا الآن، عملت من الصباح الباكر بعقد اجتماع، ترأست هذا الاجتماع لوضع الإجراءات الواجب اتخاذها، وخرجنا بإجراءات أن نوفر مادة الكلور لتعقيم مياه الشرب لكل المنازل الموجودة في بيت فوريك. إضافة نحن الآن أمام الحاووز المياه الأساسي الذي يزود المنازل بالمياه لتعقيم هذا الحاووز. وبينما تقوم الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة بعمل الإجراءات الوقائية اللازمة لتطويق المشكلة، يتوافد المصابون الذين وصفت معظم حالاتهم بالطفيفة إلى العيادات الطبية لتلقي العلاج.
تم التعامل معها بعدة أطر، العلاج للمرضى، تقديم العلاج، فتح عيادة الصحة، تحويل المستشفيات اللازم، تجنيد الطواقم الصحة البيئة، مديرية صحة نابلس، بالإضافة لدعم آخر من 6 محافظات الشمال الموجودة لأخذ عينات مياه فحصها وعمل كلورة لجميع مصادر المياه الموجودة في بلدة فوريكو بالدجن. المتابعة الميدانية والتواجد الدائم للطواقم الطبية والجهات الرسمية أدخلت الطمأنينة في قلوب المواطنين الذين ينتظرون نتائج الفحوصات التي تقوم بها مختبرات وزارة الصحة للتأكد من الأسباب والتعامل معها في أسرع وقت. إجراءات وقائية اتخذتها وزارة الصحة في محاولة لمحاصرة هذه المشكلة في الوقت التي تحاول فيه الطواقم الطبية معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تسمم المئات من بلدتي بيت فوريك وبيت دجنة. من بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، أحمد شاور، تلفزيون فلسطين. تتواصل الأزمة بين اتحاد المشافي والمراكز الطبية الفلسطينية من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى، وذلك بعد قرار الاتحاد مقاطعة شركات التأمين ما أجبر حاملي بطاقات التأمين على الدفع مسبقا لتلقي العلاج. رايا شتوي والتفاصيل. قرار جديد أثار جدلا واسعا اتخذه اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية، يقضي بعدم استقبال بطاقات التأمين الصحي وعلى المواطن أن يدفع من حسابه مسبقا لتلقي العلاج، موعزا ذلك إلى أن شركات التأمين لم تستمع إلى مطالب الاتحاد منذ أكثر من عام حول رفع كلفة العلاج. للأسف بعد سنة لم يستجيبوا لنا بشيء، وصلنا كتاب منهم امبارح بيقول إنه الظروف الاقتصادية لا تسمح بزيادة أي شيء على الخدمة الطبية. معنى هالحكي إنه نسكر، لأنه الخدمة الطبية مكلفة. أنا عندي فوق 100 موظف، أقل موظف بأخذ له 3-4 آلاف شيكل، عندي أجهزة إذا ما جددتهاش باستمرار ما بقدر أخدم مريضي ولا بقدر أقدم له الخدمة الطبية اللازمة. فإذا كان هذا الباب بده يسكر معناته أنا رايح أسكر، أنه ما في إمكاني، ما إلي أي دعم تاني غير شغلي. اتحاد شركات التأمين استنكر هذا القرار واعتبره أحادي الجانب، وأقر بالتزامه الدائم في المشاورات مع اتحاد المستشفيات، حيث ترك باب الحوار مفتوحا من خلال لجنة مشتركة بين الطرفين التي قام الاتحاد بفضها فيما بعد. باستنكر هذا التصرف الفردي والأحادي من طرف اتحاد المستشفيات، ولم يكن مبرر ولم يكن في مكانه ولا في وقته. كان في هناك لجان مشكلة بين الطرفين اجتمعت عدة مرات في أكثر من مكان، انطرحت الكثير من الإشكاليات، كان في إصرار من قبل اتحاد المستشفيات والممثلين عنهم أنه يقفزوا عن كل القضايا المطروحة ومناقشة قضية فقط هي قضية رفع السعر. احنا هذا الحكي كان لنا مرفوض، احنا بننظر للعلاقة مع اتحاد المستشفيات كرزمة واحدة. المستشفيات والعيادات الخاصة بدأت بتطبيق هذا القرار مطلع هذا الشهر، واكتفت بأن يدفع المواطن من حسابه الخاص ثم يسترد أمواله فيما بعد من شركات التأمين. عادة لما أجي بسجل على بطاقة التأمين، فبعد القرار اللي هم طلعوا صار في نظام الدفع المسبق، فاليوم اجي دفعت واعطوني وصل بالمبلغ اللي انا دفعته. المتضرر الوحيد راح يكون المواطن في النهايه، انه المستشفيات بدها تتعامل مع شركات التامين مع البطاقه اللي هي الصحي، فالمواطن لما يضطر لما يمرض حدا من اطفاله او لما هو يمرض بده يضطر انه يدفع كشفيه طبيب، تحاليل مخبريه، صور اشعه اذا طلب الموضوع، بده شراء ادويه، فهي راح يعني المتضرر الوحيد راح يكون المواطن. في هذه الأزمة يطالب اتحاد المستشفيات بزيادة التسعيرة، فيما ترى شركات التأمين أن مطالب المستشفيات باهظة وتزيد من أعباء المواطنين. رايا شتاوي، تلفزيون فلسطين. وافق الكونغرس الأمريكي على موازنة قدرها 716 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لعام 2019، بما يسرع الإنفاق العسكري ويدعم الموقف الأمريكي في مواجهة روسيا.
مجلس الشيوخ وافق على قانون موازنة الدفاع بغالبية 87 صوتا مقابل 10 بعد أسبوع واحد من حصوله على 359 صوتا مقابل 54 في مجلس النواب. وأعرب وزير الدفاع جيمس ماتياس عن امتنانه لتصميم أعضاء الكونغرس من الحزبين على تبني قانون موازنة الدفاع خلال وقت قياسي لهذا العام. نبقى في واشنطن، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية عزمها فرض مزيد من الرسوم على البضائع الصينية، في حين تراوح المحادثات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم مكانها. وقال الممثل التجاري الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب كلفه بالنظر في إمكانية زيادة الرسوم من 10 إلى 25% على واردات صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار. واعتبر الممثل التجاري الأمريكي أن رفع قيمة الضرائب الأمريكية هو خيار إضافي لدفع الصين إلى تغيير سياستها الاقتصادية. توعدت أنقرة الولايات المتحدة بإجراءات عقابية إثر عقوبات فرضتها واشنطن على وزيرين تركيين ردا على اعتقال قس الأمريكي في تركيا. قالت وزارة الخارجية التركية أنه سيكون هناك رد فوري على ما وصفته بالموقف الأمريكي العدائي، داعية واشنطن للعودة عنه لما له من ضرر كبير على الجهود المبذولة لحل الخلافات بين البلدين. قال مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام القادمة لتقدم موعد تدريبات سنوية على ما يبدو وسط تصاعد التوتر مع واشنطن. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها رصدت زيادة في الأنشطة الإيرانية بما في ذلك في مضيق هرمز الاستراتيجي لشحنات النفط الذي هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاقه. هالة أبو زيد من بلدة دير قديس غرب رام الله تتقن باحتراف صناعة الدمى من الصوف بطريقة يدوية وبأشكال وأحجام تضاهي مثيلاتها المستوردة. المزيد في التقرير التالي. إبرة وخيط وصنارة تحركها بكل اتجاه وإمكانيات متواضعة، هذا كل ما تملكه هالة أبو زيد من قرية دير قديس. تمزج الألوان مع بعضها بحرفية عالية وتصمم دمى بأشكال وأحجام مختلفة. بلشت أول تصميم لألي وزبط معي، بعدين بلشت أنا أشتغل لحالي، لا عن يوتيوب ولا عن أي إشي تاني. بلشت أصمم الفكرة كيف أنا مثلا اللعبة بدي أصممها قبل بوقت، أصممها وأشتغل عليها من أول ما تبلش من القدم لغاية الرأس، كله شغل إيد، ما فيهوش خيطان، ما فيهوش تربيط، ما فيهوش تخيط أبدا، كله شغل سنارة وإبرة. بداية مشروعها كانت هواية انطلقت بها مسخرة ما تملك من موهبة في نسج دمى تطمح أن تحمل اسم فلسطين إلى كافة أقطار العالم، خاصة وأن جودة مشغولاتها تضاهي مثيلاتها المستوردة. من أولها لآخرها بنسجها بالسنارة والخيط لغاية ما أوصل للأخير. عيونها بشتغل عليهم في الإبرة. كمان الدمية بقدر أقول لك إنها مكفولة 10 سنين، أنا بكفلك إياها 10 سنين، تحطها بالغسالة تطلعها زي ما هي. بعدين أنا كمان ما بشتغل على الدمية لحالها، كمان بشتغل على تصميم الملابس، يعني كل دمية معها كمان كم قطعة معها تلبس. خطوة الألف ميل بدأتها أبو زيد بهذه الدمى التي جسدت الفرح بألوانها وعكست إصرارها على المضي قدما لتطويرها بشكل يعبر عن إبداعات فنية. موهبة جسدتها آلة في هذه الدمى تسعى بها إلى أن تحمل اسم فلسطين إلى كافة أنحاء العالم، خاصة وأن ما تقوم بصناعته يضاهي ويتفوق ما هو مستورد. من قرية دير قديس، محمد شتي، تلفزيون فلسطين. وقبيل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. أبو ردينة يؤدي اليمين القانونية أمام السيد الرئيس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام. الاحتلال يشدد الحصار على قطاع غزة ويمنع إدخال الوقود حتى إشعار آخر.
خلاف بين المشافي الخاصة وشركات التأمين حول رفع أسعار العلاج والمواطن يدفع الثمن. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.